مصر تدعو الفلسطينيين والإسرائيليين لدراسة الخطة الأمريكية للسلام بشكل متأنٍ. المبعوث الأممي لسوريا يلتقي اليوم وزير الخارجية السوري في دمشق. بريطانيا تعلق الرحلات المباشرة من وإلى الصين بسبب فيروس كورونا. الحادية عشرة صباحا التاسعة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أعربت مصر عن تقديرها للجهود المتواصلة والتي تبذلها الإدارة الأمريكية من أجل التوصل إلى سلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية، وأكد بيان لوزارة الخارجية أن مصر ترى أهمية النظر لمبادرة الإدارة الأمريكية من منطلق أهمية التوصل لتسوية القضية بما يعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة من خلال إقامة دولته المستقلة. كما دعت مصر الطرفين المعنيين للدراسة المتأنية للرؤية الأمريكية لتحقيق السلام وفتح قنوات الحوار لاستئناف المفاوضات برعاية أمريكية. قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن تحقيق السلام العادل والقابل للاستدامة لا يمكن تحقيقه بتجاهل حقيقة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967. وأضاف أبو الغيط أن الجامعة العربية تعكف على دراسة خطة السلام والتي أعلن عنها الرئيس الأمريكي، موضحا أن القراءة الأولى للخطة تشير إلى إهدار كبير لحقوق الفلسطينيين المشروعة. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم اجتماعا حول ليبيا لمناقشة مسودة قرار تدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في البلاد. وتطلب مسودة القرار التي قدمتها بريطانيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديم مقترحات بشأن الآليات الممكن اعتمادها لمراقبة وقف إطلاق النار بما في ذلك مساهمات من منظمات إقليمية. أفاد شهود عيان باقتراب فرقاتتان حربيتان ترافقهما طائرة هليكوبتر قبالة ساحل طرابلس. وأوضحت وسائل إعلام أن الفرقاتتان بدأتا عمليات إنزال لجنود أتراك في ميناء طرابلس، وأضافت إلى إنزال دبابات وشاحنات عسكرية قامت بها سفينة شحن كانت ترافق الفرقاتتان. أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ضرورة تطوير قدرات الجيش الجزائري في ظل التحديات الأمنية المستجدة في دول الجوار وتدفق السلاح إلى المنطقة. وفي كلمة له أمام قيادات عسكرية بمقر وزارة الدفاع شدد تبون على أنه سيعمل على تأمين كافة حدود الجزائر مع دول الجوار. ذكرت وسائل إعلام سورية أن وزير الخارجية وليد المعلم سيلتقي اليوم بالعاصمة دمشق المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسن. تأتي زيارة بيدرسن إلى دمشق بعد زيارة قام بها إلى موسكو نهاية الأسبوع الماضي أجرى خلالها محادثات مع مسؤولين روس، كما أن الزيارة تتزامن مع موعد الإحاطة التي ستقدم إلى الأمم المتحدة حول الوضع في سوريا. أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد. وذكرت الوزارة في تغريدة نشرتها وكالة الأنباء الإماراتية أن الحالة الصحية للمصاب مستقرة وتحت الملاحظة الطبية. علقت شركة الخطوط الجوية البريطانية جميع الرحلات المباشرة من وإلى الصين، وشددت بريطانيا على المواطنين بضرورة تجنب السفر غير الضروري إلى الصين بسبب تفشي فيروس كورونا. ختام هذا الموجز الإخباري، لمزيد من الأخبار تابعوا دائما موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم.